وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا هاتفيا محمد الخطيب موفد التلفزيون المصري من مسقط. محمد، بعد التحيه، تم الاعلان عن الفائزين بعضويه المجالس البلديه للفتره الثالثه. ضعنا في الصوره الان من حيث ردود الافعال والانطباعات على هذه النتيجه. نعم، يعني زميلي يوسف، بعد التحية، انتهى منذ قليل مؤتمر صحفي دعت إليه وزارة الخارجية، وزارة الداخلية العمانية، وممثلين عن وزارة الخارجية وجميع الوزارات والهيئات المعنية داخل مسقط لإعلان نجاح التجربة العمانية باستخدام أول تطبيق إلكتروني ذكي على الهواتف المحمولة للتصويت. يعني في المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن انتهاء عصر العصر الورقي والذهاب الى المقرات الانتخابيه، واصبح من الان ان التصويت الالكتروني هو السائد والذي سوف يطبق بعد ذلك في اي استحقاق انتخابي قادم. ايضا يعني في المؤتمر الصحفي تطرق الى العديد من الموضوعات الخاصه بالنتائج التي تحققت امس، واكدوا ان جميع فرز الاصوات والانتخابات تمت بشكل يعني الكتروني، وكان هناك متابعه جيده من قبل الجهات المعنيه لحصر الاعداد وحصر اعداد الناخبين وحصر اعداد المصوتين من جميع انحاء السلطنه في 11 محافظه بواقع 61 ولايه. اذا هو مؤتمر جاء ليعلن بالتاكيد عن انتهاك سلطنة عمان لأساليب الحديثة، التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ليكون هو الأسلوب الجديد والقادم في تطبيق كافة معايير السلامة والأمانة لأصوات الناخبين داخل سلطنة عمان. يمكن أمس انتهت الانتخابات وتم إعلان الفائزين في جميع محافظات السلطنة، وتم أيضا الإعلان عن نسبة التصويت التي وصلت إلى 40%، وضحت لنا يعني ما ذكر في المؤتمر الصحفي ان هذه النسبه هي نسبه يعني ناجحه، ونسبه تمثل يعني اكثر من 40% من اطياف الشعب العماني الذي قام بالتصويت في انتخابات البلديه. يعني كما ذكرت ايضا ان انتخابات البلديه هي انتخابات لها مهام خاصه ومهام في غايه الاهميه، لانها تقوم بتطوير المحافظات وتنميه المحافظات، وطبعا ايضا خدمه المواطنين و القيام بالمشروعات التنمويه الكبيره في جميع المحافظات. ايضا من اختصاصات هذه المجالس هو اقرار برامج اجتماعيه وبرامج حمايه اجتماعيه لجميع الفئات، لكبار السن والايتام وذوي الهمم وغيرها من الفئات التي تحتاج الى رعايه. اذا هي يعني انتخابات يعني مهمه للغايه، من هنا انتخابات يراها العمانيون هي مسيره ل استكمال بناء البناء والتنمية. نعم. والنهضة العمانية التي قادها السلطان الراحل السلطان قابوس، لتكون عمان من الدول المتقدمة تكنولوجيا وحديثا في عمليات التصويت الإلكتروني في جميع الاستحقاقات الانتخابية أو السياسية. نعم، من هنا كانت اهتمام المواطنين العمانيين بهذه الانتخابات وإقبالهم على التصويت. الزميل محمد الخطيب موفد التلفزيون المصري من مسقط، كنت معنا على مدار يومين في تغطية انتخابات المجالس البلدية من عمان، شكرا جزيلا لك.